مدرب العام الكابتن احمد الجرحي. اتفضلي يا سلام. مساء الخير يا كابتن هيثم، طبعا من جديد برحب بحضرتك وبكل ضيوفك الكرام وكباتننا طبعا في الاستوديو كابتن نبيل بخيت والكابتن محمد السلعاوي وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت يمكن معي في هذه اللحظات طبعا المدرب العام الكابتن احمد الجرحي. كابتن احمد طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا عايز ابارك لك على مباراه اليوم، بالتاكيد مباراه الذهاب في الدور النهائي. شايف طبعا ازاي النهارده اداء جميع لاعبي النادي الاهلي في المباراه، وبرده ببارك لك بالتاكيد وببارك ايضا لفريق المرتبط. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الله يبارك فيكي ومبروك علينا كلنا، وبرحب بكابتن هيثم، كابتن سرعاوي، وكابتن نبيل بخيت. اكيد مباراه فاينل، ما تفرقش بنلعب مين المنافس، مباراه فاينل. يمكن سر السكور الكبير ان احنا الحمد لله احترمنا سموحه، درسناهم واحترمناهم وديناهم قدرهم، فربنا كرمنا واللعيبه نفذت التعليمات والجيم كان في صالحنا الحمد لله. ومباراه الصغيرين برده كان عندنا ثقه ان شاء الله ان مرتبط الاهلي هيفوز، عندنا ثقه في قطاع الناشئين بتاعنا بقالنا فتره كبيره الحمد لله، بيكملوا المسيره بتاعت المرتبط اللي بتثبت ان النادي الاهلي مش فريق درجه اولى، مش تعاقد او اتنين، مش جهاز فني، مش النادي الاهلي دلوقتي بقى منظومه في كره السله. دوري المرتبط ده بالنسبه لنا دايما مهم لانه بيعبر عننا كباسكت بول في النادي، بيعبر عن مستقبل النادي. سهل ممكن ساعات الواحد يعمل فريق درجة أولى بتعاقد أو اتنين أو تلاتة بمدرب بجهاز فني بي بي بي، لكن ما بيستمرش الكلام ده. لو ما عندكيش قطاع ناشئين بالذات في لعبتنا الموضوع مش بيستمر. فالحمد لله دايما دوري المرتبط ده بيعبر عن النادي الأهلي إنه بقى مدرسة في كرة السلة الحمد لله. طبعا يا كابتن دايما بنشوف دايما اي نهائي في اي بطوله بالنسبه للنادي الاهلي دايما بنشوف اهلي واتحاد سكندري. المره دي اتحاد سكندري طبعا كان في السيمي فاينل، المره دي سموحه زي ما انت قلت مش بيفرق مين طبعا اللي بنقابله في النهائي، ولكن نقدر نقول ان الحمل شويه كان اخف على لعيبه النادي الاهلي بعد الفوز على نادي اتحاد سكندري في مباراه السيمي فاينل. لا هو اصل هي الحمل ممكن يكون يعني اكيد طبعا المنافسه مع الاتحاد سكندري او مع الزمالك بتبقى بالذات جماهيريا اعلى، لكن احنا طبعا كنا ناقصين في دوري المجموعات. قررنا نريح لعيبه كتير قوي زي ايهاب امين وعمرو زهران وابو النصر، واوريدي معناش عمر عزب وكان في اصابه كمان، ريحناهم. ادت لخسارتنا الماتشين من فرقه محترمه طبعا سبورتنج، ادوا اداء على اعلى مستوى، كانوا من الفرق اللي تستحق يكون موجوده النهارده في النهائي، لكن ما كانوش محظوظين في السيمي فاينل مع سموحه في المباراه الثانيه. احنا بقى سبب النتائج في دوري المجموعات هو اللي غير الطريق ودانا للطريق الاصعب اللي هو الزمالك، واللي هو الاول هيئه قناه السويس اللي هي فرقه محترمه جدا، وراه الزمالك وراه الاتحاد، كان طريق صعب جدا. عشان كده بنقول دايما ان دوري المرتبط من البطولات اللي هي بتبقى، يمكن احنا ساعات بنفوز بالكاس ما بنلعبش ماتشات قويه غير الفاينل، الكاس القرعه بتجيبنا ان احنا نلعب ماتش قوي في الفاينل بس. يمكن دوري المرتبط عشان نفوز بيه لعبنا سبورتنج مرتين، يعني احنا لسه ما فوزناش طبعا، ما انا بتكلم ان انت عشان تقدري تفوزي بيه سبورتنج ماتشين، الزمالك ماتشين، الاتحاد ماتشين، سموحه ماتشين، فمشوار طويل ومجهد للعيبه وللجهاز. فالحمد لله يعني ان احنا عدلنا من اللي احنا عملناه في دوري المجموعات، ان احنا الحمد لله صعدنا على حساب الزمالك والاتحاد، ومعانا سبورت سموحه دلوقتي فريق محترم بحييهم، بحيي تامر مصطفى ومؤمن ورنين واسامه شوقي الجهاز الفني، جهاز شاب طبعا انه يوصل نهائي في بطوله زي دي، بنحييهم، بحيي مؤمن ورنين كمان مدير فني للناشئين في سموحه، ومحمد اشرف، الاثنين بصراحه عاملين النهارده ماتش الصغيرين كان ماتش امتع الناس كلها، والماتش الكبير الحمد لله الفوز كان لينا، فيا رب تكمل يوم الجمعه على خير باذن الله. باذن الله يا كابتن. وطبعا جمعة ان شاء الله الاستعدادات بالنسبه للفريق هتكون عامله ازاي؟ طبعا هو مفيش غير يوم واحد، الوقت ضيق جدا، فان شاء الله ازاي هيستعدوا يا كابتن يوم الجمعه؟ نفس الروتين بتاعنا بتاع كل مباراه، النهارده هنروح عادي مفيش اي حاجه، نعمل ريكفري بس، اوريدي شغالين في اللوكر روم دلوقتي جوه، بكره ان شاء الله هيكون في فيديو ميتنج وهندرس اخطائنا بتاعه النهارده وممكن نحسن ايه، وهيبقى في تمرين خفيف باذن الله، والمباراه ان شاء الله بعد بكره باذن الله. باذن الله يا كابتن، وبارك لك تاني النهارده، وان شاء الله يوم الجمعه برضو ابارك لحضرتك وتتويج فريق النادي الاهلي ان شاء الله ببطوله الدوري المرتبط لكره السله. ميرسي جدا يا كابتن. ان شاء الله، شكرا يا كابتن. كده طبعا يا كابتن هيثم كان لقائنا مع المدرب العام الكابتن احمد الجرحي، والان العوده مره اخرى للاستوديو. طبعا نتكلم ليك يا كابتن هيثم، تفضل. سلام حامد.